سعدت باني صعدت معكم. الواحد لما يكون معكم ترى يصعد ما ينزل. انا سعدت اني صعدت عندكم، تعلمت من اخلاقكم، تعلمت من كرمكم، من طيبتكم. انتم حقيقه من افاضل الناس تعاملنا معكم. كلكم بيضة، عندكم فريق عمل واحد. احنا تعلمنا منكم، احنا في مهارات نجاح تعلمنا منكم. احنا شفنا مجموعه واتساب موجوده عندكم، الناس يسهرون في الليل يسوون اجراءات، يكتبون اجراءات، يسوون اشياء، وذاك النجاح حقيقه اللي صنعتموه انتم، فالشكر لكم انتم، هذا واحد. اثنين، يعلم الله سبحانه وتعالى ويشهد الله سبحانه وتعالى ان يحبكم جميعا في الله. الموضوع منتهى، احنا اليوم بس ختمنا سلسله الدورات الرمضانيه. احنا ما خلصنا، احنا باقي، احنا شراكتنا شراكه استراتيجيه. نجحنا نجاح واحد. نجحنا عندما نرى ان هذا الدليل اصبح يتحرك واصبحنا نخطب في مواقف. سوينا حفل وسوينا شحفل، احنا مقدمين حتى هذا الدليل باذن الله سبحانه وتعالى يصبح حقيقه. جيد؟ فنجاحنا عندما يصبح هذا الدليل ثقافه تنظيميه ممارسه نراها في كل يوم، في تلك اللحظه نقول ممتاز يلا نروح وهذا بعد. اما احنا شراكتنا شراكه واحده، احنا فريق عمل واحد، احنا مش فريقين عمل، احنا فريق عمل واحد، هدفنا هدف مشترك، وان شاء الله سبحانه وتعالى نحبكم في الله. وهذه بس طوينا صفحه ونروح للصفحه اللي بعدها. شكرا.